امام اتحاد بسكرة وايضا امام فريق اتحاد العاصمة. فرصة لصالح الشبيبة من هناك، ضربة جزاء، ضربة جزاء لشبيبة القبائل في الدقيقة 23 بعد عرقلة. ضربة جزاء امام فريق مواقي، ولكن يفتح الباب. اول هدف في المباراة في الدقيقة 25 لصالح شبيبة القبائل. هنا جوبا، جوبا في الكرة الى فاروق، يوزع داخل منطقة العمليات، وماذا يقول الحكم بالفعل؟ ضربة جزاء لصالح جمعية الشغف. هنا 15 دقيقة بامكان ضربة جزاء، تركيز كبير امام الحارس عزين دوخة. صيلعي قدم ينفذ ويعدل النتيجة. هدف لهدف لصالح، هدف لهدف في هذه المباراة بين فريق جمعية الشغف وفريق شبيبة.